احتفلت الجماهير التونسية بالملحمة الرائعة التي جسدها نسور قرطاج بفوزهم بثلاثية نظيفة على مدغشقر وتأهلهم إلى دور نصف النهائي في بطولة كأس الأمم الأفريقية. لا صوت يعلو فوق صوت الجمهور التونسي وفرحته التي تخطت كل الحواجز بعد فوز منتخبه بثلاثية نظيفة في شباك منتخب مدغشقر وتأهله للمربع الذهبي في بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2019. والله الحمد لله اليوم شرفونا وعملوا أداء رائع وبصراحة النتيجة كانت مشرفة، يعني 3-0 هذا اللي كنا نتوقعه ونستناه من المنتخب متاعنا. شرفونا التوانسة ولعبوا بالباهي وكوروا بالباهي وماركيو 3 جوال، شنو آخر يعني رجال. بشكر الشعب المصري على الحفاوة اللي قدمها للشعوب العربية وخاصة الشعب التونسي وتشجيعه لنا من أول دورة خاصة في السويس عشان فيه لاعبة توانسة تلعب الأهلي وفي الزمالك. وخسارة، حبينا مصر توصل بعيد قوي في الدورة هذه والحمد لله الجمهور المصري معانا ويشجع تونس وحنروح واحدة واحدة للفاينل. يعني فخورين جدا، هذا المنتخب اللي حبينا نشوفه ونشوف اللعب الكويس الحلو على غرار يعني المباراة الفارطة. صحيح المستوى في الشوط الأول كان متوسط، بس الحمد لله في الشوط الثاني قدم مردود ممتاز. الاداء النهارده مقنع برشا وقوي، احنا من الاول قلنا الفايده مش في ال9 نقاط، الفايده في الربح وفي المكسب، والحمد لله وصلنا للربع الفينال ان شاء الله. الحمد لله يعيشك، ان شاء الله مربوحه. الجمهور التونسي الذي جاء لمؤازره نسور قرطاج لم يفوت فرصه تواجده بمصر وحرصوا على الاستمتاع بجولات سياحيه متنوعه زاروا وتعرفوا خلالها على اماكن مختلفه. بصراحة أنا معجبة جدا بمصر، يعني بالنسبة لي مصر حاجة اكسترا اوردينير، يعني زي ما بنقول احنا. أول حاجة الآثار فيها، المعالم الدينية، كل حاجة فيها عجبتني جدا وفرحانة قوي إن أنا هنا وعايشة هنا وبشتغل هنا برضو. رحت كذا مكان، رحت الفيوم اسكندرية ورحت طبعا أهرامات وأبو الهول وفرحانة قوي. في مصر الحقيقة ما نحسش بالغربة بالكل، كأني مصرية بنت بلاد، ما نحسش، فماش فرق بين مصر وتونس، شعب واحد ونحب مصر برشا. تأهل المنتخب التونسي لدور نصف النهائي يمحو الأداء المتواضع الذي قدمه المنتخب وتعادلاته الأربعة في مباريات دوري المجموعات وال16، كذلك يرفع سقف طموحات جماهيره أملا في معانقة اللقب الإفريقي للمرة الثانية في تاريخه. أمل كبيرة يعلقها الجمهور التونسي على منتخبه في الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2019، وكذلك المصريين الذين أصروا على الحضور لتشجيع المنتخب الشقيق. شيرين مجدي، إكسترا نيوز.